السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بحلقتنا. مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، فمنذ الوهلة الأولى لبدء مهام حكومة الخدمات لتنفيذ برنامجها أزمت على اقتلاع جذور الفساد في أي منصب ووزارة، حيث أمهلت مدة لتقييم الأداء من خلال متابعة اللجنة المشكلة لأعمال الوزراء والمديرين العامين. واليوم على وشك نفاذ المدة المقررة باتت بوادر تغيير الوزراء المقصرين بأداء واجباتهم بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المتابعة لأدائهم. على هذا الأساس يتم التقييم، لكن هنالك من يوجه اعتراضه تجاه هذه التغييرات لتمرير الفساد بالبقاء على ركة الأداء وضعفه، بالتالي عدم تنفيذ البرنامج الحكومي وفق ما تم طرحه من قبل الحكومة. أما في ملفنا الثاني لحصاد هاي الليلة مشاهدي الأحبة، نتحدث عن سهل نينوى مثلث التنوع اللي يواجه الأحداث الساخنة مرة أخرى بعد اشتداد مؤشرات التقسيم والتغييرات الإدارية اللي تعتزم القوى السياسية الهيمنة على المشهد جراءها هناك بقوة السلاح والنفوذ. هاي الممارسات يقف أمامها مواطنو السهل وسكانه ويتوعدها بحركات احتجاجية وبضمنها مساعي لتغيير التركيبة السكانية لصالح الأحزاب النافذة، والتي تهدد حرفيا السلم والتماسك المجتمعي بين مكونات هذه المدينة وما يصطلح عليها بالأقليات، فضلا عن تغييرها لخطوات إعادة الإعمار بعد سنين من اجتياح التنظيم الإرهابي. هاي الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة وناقشهم مع ضيوفنا الكرام، فتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. نبدأ من الحديث المتداول داخل البيت السياسي حول جملة تغييرات في عدة مناصب بعد انتهاء مهلة تقييم الأداء اللي منحتها حكومة الخدمات لعمل المديرين العامين والوزراء والوكلاء بعد تقديم اللجنة تقريرها التفصيلي قبل أيام، والخاص بعمل الوزارات واللي راح يجري على أثره استحداث مفصلي مهم وتغيير في المنظومة السياسية أو منظومة تنفيذية. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشماري. في سابقة لم تحدث في الحكومات الماضية تغييرات لمناصب وزارية في حكومة الخدمات في مدة لم تتجاوز النصف سنة على بدء مهامها، خطوات يراها المراقبون باتجاه تصحيح مسار أداء المسؤولين وفق مؤشرات المهنية، وبعد إعطاء الفرصة للمضي باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي في مهلة تقييم الأداء. لأن هنالك مهلة للوزراء 6 أشهر، وشكل لجنة لتقييم أداء تلك الوزراء، وبالتالي أنا أعتقد بأنه جانب المهنية مهم جدا لجانب تقييم أداء تلك الوزراء. أنا أعتقد بأن هذه القضية هي في مصلحة حكومة، في مصلحة الكتل السياسية التي كلفت السيد السوداني، وكذلك هي مصلحة أبناء الشعب العراقي في تسنم الوزير كامل المسؤولية وأن يكون على عاتق حقيقة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي هو برنامجا واعدا ممكن أن ينعكس على الواقع لأبناء الشعب العراقي. سعي حكومة الخدمة الوطنية إلى إجراء تعديلات في الكابينة الوزارية تشمل مختلف الوزراء والمديرين بعد مراقبة أداء المهام والتقييم الذي تعده الحكومة مقياسا لمدى استجابة المعنيين لتنفيذ البرنامج الحكومي، فالتلكؤ وضعف الأداء سيكون الدافع الرئيسي وراء إقصاء واستبدال المقصرين بالأجدر والأكفاء. أعتقد اليوم الخطوة أن خطاها السيد السوداني هي خطوة إيجابية لنجاح العملية السياسية وأيضا لنجاح النموذج السياسي داخل الكابينة الوزاري، وأن كان مرتبط مباشر أو غير مباشر بالقوة السياسية. لا يوجد حق للقوة السياسية في عملية التغيير الوزاري على اعتبار أنه السيد السوداني هو من يمتلك الصلاحية القانونية وأيضا الصلاحية السياسية التي منحت له في بداية الأمر. أما العزم على إصلاح مختلف القطاعات ومفاصل الدولة يعترضه الرفض من قبل المستفيدين من الأداء الضعيف وإهمال الواجبات لتمرير الفساد بصورة غير مباشرة، بالمقابل إمضاء الحكومة على قرارات تصب في صالح المواطن يراها المراقبون خطوة باتجاه الإصلاح وتصحيح مسار تقديم الخدمات. نهى الشمري،
الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عماد المسافر الباحث بالشأن السياسي، حياك الله أستاذ عماد ضيفا كريما. وأرحب بضيفي الكريم انضم معي عبر سكايب السيد شيرزاد حمد، عضو التحالف أو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله سيد شيرزاد. أبدأ مع حضرتك أستاذ عماد، نتحدث عن المنظومة السياسية عندما كانت هنالك اشتراطات في تشكيل الحكومة بأنه راح يكون متابعة للأداء، وبالفعل لمسنا أنه رئيس الوزراء يتابع الأداء عبر لجنة متخصصة، وبالتالي اليوم هسه نفذ الوقت، فمدى إمكانية تغيير الوزراء أو الوكلاء أو المديرين العامين ممن كان أداؤهم ليس بالمستوى المطلوب؟ شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، تحية لك ولمشاهدي ومتابعي قناتكم ولضيفك الكريم أيضا. حقيقة قبل أن يكلف السيد السوداني برئاسة الوزراء كان لنا لقاء مع شخص السيد السوداني، وكانت الأولويات التي طرحها ببرنامجه الحكومي هي التي حددت بهذه الكابينة الوزارية أو البرنامج الوزاري، ملف الخدمات والطاقة والملف المالي أيضا وملف الأمن. وعندما تسنم السيد السوداني مهمة هذه الكابينة الوزارية ومرت الأيام، لاحظنا تركيز السيد السوداني على هذه الملفات التي أكد عليها قبل تسلمه منصب رئاسة الوزراء. اليوم كان هناك حديث يدور بالشارع عن هناك تغيير وزاري مرتقب، وحتى يشمل بقية مفاصل الوزارات على مستوى الدرجات الخاصة والمدراء العامين وغيرها. السيد السوداني قالها بالحرف الواحد: لن أنتظر البرلمان يقيل من هو يتلكأ بهذه المهمة أو هذه المسؤولية، أنا سأذهب للبرلمان وأقدم طلبا باستبداله. هناك قضية مهمة بهذا الموضوع، حكومة السيد السوداني تسميها الكتل السياسية هي حكومة الفرصة الذهبية. حقيقة هناك نقمة شعبية ربما على العملية السياسية برمتها، أداء الحكومة يعني ينعكس سلبا أو إيجابا على هذه المستوى الشعبي. فإذا أرادت هذه الكتل السياسية أن تعيد الثقة، ثقة المواطن بالعملية السياسية، عليها أن تدعم حكومة السيد السوداني عن طريق تقديم شخصيات كفوءة لهذه المناصب. ربما التغييرات المقبلة شخصها السيد السوداني، آخر لقاء له كان في وزارة الكهرباء، كان له تشخيص دقيق فيما يخص ساعات القطع للمنظومة الكهربائية في أواخر الشهر. ما هاي القضية يتلمسها المواطن بصورة واضحة، كل هذا يدل على أن السيد السوداني ولجنتها تشخص تشخيص دقيق لهذه المفاصل سواء في وزارة الكهرباء أو غيرها من الوزارات. لذلك نقول أن التغيير الوزاري المرتقب هو آتي لا محال، وهذا ليس انتقاما من ولا عملية ثأرية من الكتل السياسية التي رشحت هذه الشخصيات، وإنما حالة تقويمية من أجل نجاح أداء هذه الحكومة. طيب مجددا أرحب بحضرتك أستاذ شيرزاد، ويتحدث الأستاذ عماد المسافر عن هذه الإجراءات التي يبدو أنها طبيعية ولكن لم نعتدها بالحكومات السابقة. نسأل هنا إذا كان هنالك تغيير وزاري، راح تعتقد أنه هذا التغيير سيكون من نفس الكتل السياسية اللي رشحت هذا الوزير أو هذا الوكيل أو المدير العام؟ نعم، بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قاعدين قناتكم مما رأيناها السوداني جيدة، كانت بمستوى المطلوب، حتى مر به العراق المشاكل الحكومات السابقة، لكن خطواتها حتى الآن جيدة والتخطيط نحو الصحيح. وأعتقد أن أي قضية يأتي إلى البحث من الواجب أن يكون هناك توافقات سياسية، أولا داخل ائتلاف إدارة الدولة التي انضمت أو يتضمن تقريبا جميع الأحزاب التي موجودة حاليا في العملية السياسية في العراق. لهذا الشكل من الممكن القول أن يتمكن السيد السوداني من تمرير هذه الفقرة المهمة أيضا، لأن أداء الوزارات أو أداء الوزير نقطة مهمة
لتنفيذ مطالب الجماهيرية الموجودة أو لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الحكومي التي اتفقت عليها جميع الكتل السياسية. طيب هذه الكتل السياسية لما تتفق على هذا البرنامج الحكومي اليوم تأييد للسيد السوداني أستاذ شيرزاد هذه التغييرات أم أن البطانة أو الحماية الحزبية ستكون حاضرة على رئيس الحكومة؟ في البداية كانت التأييد لجميع الخطوات من قبل جميع الكتل السياسية في البداية كانت جيدة، ولكن أنا شخصيا كإطلاعي على يعني أداء الحكومة أو تسير أمور الحكومة يعني أراها فيها تراجع في قضية الموازنة، قضية مهمة يعني رأيناها في هذه الفترة، يعني تقريبا تلكأت قضية تمرير الموازنة بسبب شروط أو مطالب بعض الكتل السياسية ببعض المطالب يعني مقابل يعني تمرير هذه الفقرة. وأيضا في قضية تمرير قانون الانتخابات كانت هناك عدم توافقية جميع الكتل السياسية، هذا من الممكن القول يكون للكتل السياسية أن يراجع تحالفاته في هذه القضية، يعني أراها أنا في هذه الفترة فترة حرجة للسيد السوداني لإبراز هكذا قضية في قضية تغيير الوزارات أو يعني التصويت عليها وتمريرها من قبل البرلمان يعني يكون ربما صعبا. طيب أستاذ عماد يعني شنو الصعوبة اللي تحدث عنها أستاذ شيرزاد إذا كان هناك تغيير في الوزاري ومطلوب أنه تصويت في البرلمان خصوصا على الوزراء، بالتالي هذه العوائق أو المطالب لدى الشعب الموازنة وغيرها من هذه التفاصيل هل راح تتزامن هذه التغييرات؟ هل راح تعطل إقرار الموازنة برأيك؟ أبدا يا سيد الكريم، أنا أعتقد أن أي حكومة أو أي رئيس وزراء يريد أن يقدم شيء على أرض الواقع لابد أن تكون لديه أدوات، هذه الأدوات إن لم تكن أدوات ناجحة لا يستطيع رئيس الوزراء أن يعمل كل شيء من تلقاء نفسه أو من خلال متابعة شخصية. الكتل السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي قدمت وزراء لهذه الكابينة الوزارية، إذا فشل الوزير في هذه الكابينة الوزارية ينعكس سلبا على رئيس الوزراء وعلى كتلته السياسية. تغيير السيد السوداني لهذا الوزير أو لهذا المدير أو الوكيل المتلكئ بعمله هو عبارة عن طوق نجاة من السيد السوداني لهذه الكتلة حتى لا تنجرف بطريق الفشل وتنعكس سلبا على رصيدها الانتخابي. الانتخابات مجالس المحافظات على الأبواب، الكتلة السياسية التي تقدم مسؤولا تنفيذيا فاشلا كيف ستنتخبها الجماهير على أبسط المثال؟ أما بمسألة القوانين أنا أعتقد قانون الانتخابات مررة تحت قبة البرلمان يعني من خلال توافق سياسي بائتلاف إدارة الدولة، ربما كانت هناك إشكالات هنا وهناك، المسألة طبيعية جدا والحالة صحية جدا، لا توجد قوانين يجمع عليها كل الناس، حتى القرآن الكريم هناك من يشكل على بعض جزئياته. في مسألة تمرير الموازنة قرأت الموازنة قراءة أولى وقرأت قراءة ثانية، وفي الأيام القادمة سيتم التصويت على هذه الموازنة، ربما هناك ملاحظات من قبل اللجنة المالية ومن قبل الكتل السياسية وحتى من قبل النواب المستقلين، اللجنة القانونية أخذت بنظر الاعتبار كل هذه الملاحظات وسيتم يعني مراجعتها ومن ثم التصويت عليها. التوافق على قوانين كبيرة ومهمة حالة شبه مستحيلة، النظام البرلماني يحتم علينا أن تكون هناك تصويت على هذه القوانين أو على الفقرات ربما بالنصف زائد واحد أو بثلثين مجلس النواب، هكذا تمر القوانين. أما مسألة أنه تغيير المسؤولين ربما سيسبب إشكال للسيد السوداني، أبدا، هذا كان جدول أعمال وهذا كان رأي السيد السوداني واتفاقه مع الكتل السياسية، بان تسنمه رئاسة الوزراء قال أنني سأذهب إلى البرلمان بالمسؤول المتلكي، كل هذا يعني يكون عامل ثقة وعامل نجاح لدى القواعد الجماهيرية لهذه الكتل، فلا أعتقد أنه سيكون السيد السوداني في حرج كبير بهذا التغيير الوزاري. طيب لما تكون هي القاعدة أستاذ شيرزاد هي الأداء وفق المنهاج الوزاري
إذن هو ليس كل وزارة تشتغل بمصطرف رأيها بقدر ما أكو انسجام اتساق تماهي مع ما جاء بمفردات البرنامج الوزاري. وبالتالي شفنا كثير من الوزراء والوزارات يعني رتبوا خطتهم وفق هذا البرنامج، بالتالي أنه ماكو كل من يعمل على شاكلته، أكو ضبط إيقاع لهذه المنظومة التنفيذية. كيف تنظر إلى التغيير؟ راح نعتبر أنه ما حتى لو كان قدم أداء لكنه لا ينسجم مع البرنامج الحكومي راح يشمل بهذا التغيير؟ نعم، عندما ننظر إلى قضية أو عندما نقيم هذه الخطوة من الطبيعي يعني هذه الخطوة خطوة جيدة ومباركة، وكما تفضلت هو تجربة أولى في جميع الحكومات السابقة لم تجري هكذا أمور. كانت جميع الكتل السياسية متمسك بوزيرها بكامل عيوبها، وهذا إن يتكرر في هذه المرحلة سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على أداء الحكومة. والحكومة هو يعني حكومة تقريبا هذه الحكومة حكومة شبه ائتلافية، يعني يقع عاتق المسؤولية الوزير على الكتلة السياسية التي رشحها. هذا نقطة مهمة، ولكن أنا برأيي قلت إن أداء الحكومة الآن أداء جيدا، ولكن دائما يعني نحن موجود في الكتل السياسية بعضها أقول بعضها لا يعترف بالحقائق، بعضها يعني من الممكن أن نقول أنه مع جميع عيوب وزيرها هو يحسبها على كتلتها ويكون ويرى أن هذا تغيير بعض الوزراء وإبقاء بعض الوزراء يعني بعض الكتل يعني يراها أنها غير منصفة. أنا أعتقد سوف يكون هناك عراقيل من بعض الكتل السياسية حسب اطلاعي على طبيعة وشكلية بعض الأحزاب السياسية. يعني لماذا تكلمت عن الموازنة؟ الموازنة قد تأخرت وكلنا نعرف بالتأخير. صحيح أن القراءة الأولى والقراءة الثانية قد جرت وسوف يمر أعتقد في نهاية هذه الشهر أو في وسطها، من اللازم أن يمرر هذه الموازنة، ولكن أنا رأيت عرقلة بعض الكتل السياسية الكبيرة الموجودة داخل العمل السياسي والموقعة على ورقة المشتركة أو من هذه الوزاري مسبقا، ولكن رأيناها خلقت بعض العراقيل مقابل طلب خاص مقابل يعني بعض الأمور. من هذا الباب أنا قلت أرى يعني لن يمر دون المعوقات، ولكن كخطوة نعم خطوة إيجابية، لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أن يكون حكومة ذات كفاءة أكثر، لأن تراكم المشاكل كبيرة. من حيث المبدأ أستاذ عماد، يعني هل أن هذا التغيير الوزاري راح يعني يأتي أو يكون محفز للوزراء في اللحظات الأخيرة أو الدرجات الخاصة في اللحظات الأخيرة يحسنوا من أدائهم؟ يعني مرة نستخدم القوة ومرة نستخدم التلويح بالقوة، ولربما هذه القوة الناعمة هي التي تؤتي أكلها بشكل أكبر. يعني قضية مبدأ الثواب والعقاب وارد في كل مفاصل الحياة. ربما التغيير للوزير أو للمسؤول المتلكئ هو عقاب، لكن بنفس الوقت أنه هذا ممكن أن يستثمر بقية الوزراء الناجحين والمسؤولين الناجحين والمتفانين بعملهم. هذا يستحق الدعم. الكتل السياسية التي لديها وزير متلكئ عليها هي أن تبادر بتغييره من أجل حفاظا على سمعتها وحفاظا على رصيدها الانتخابي. فمسألة التلويح بالقوة والاستبدال مطلوب وهو وارد جدا. ماذا ينتظر السيد السوداني أو أي مسؤول تنفيذي بمفاصل هذه الدولة من موظف من وكيل من وزير من غيره متلكئ؟ لماذا لا يستبدل؟ المجاملات السياسية لم تصل بنا إلى سوى الانهيار بالخدمات والانهيار بمؤسسات الدولة وغيرها من القضايا التي تهدد هذه كيان هذه الدولة العراقية أبدا. يفترض أنه تكون الأمور طبيعية جدا وأن تتقبل الكتل السياسية هذا التغيير برحابة صدر. طيب هنا نتحدث أيضا عن السرعة في الأداء أو تحسين الأداء أستاذ شيرزاد. يعني لاحظنا أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لما
وزير الدفاع ينقل أحد القادة ويستبدل بقائد آخر، وحسب تصريحه بأنه راح يواصل حملات التفتيشية بسيارة مدنية. طيب هذه التفاصيل لما يكون الوزير هو في الواجهة، هذه التفاصيل في السياقات اللي تتبعها وزارة الدفاع لربما التنفيذي بشكل أكبر هو رئيس أركان الجيش، يجب أن يكون متابعة دقيقة من قبله. إذن هذه المسألة الاتكالية من شخص إلى شخص إلى أن وصلنا إلى الوزير بأن يعني يتجول بسيارة مدنية حتى يكتشف مواطن الخلل. أداء الوزير اليوم يعني الشعب هو مراقب عن طريق الإعلام. الإعلام اليوم يعني بسبب العولمة، الإعلام، كثرة الإعلام وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أصبحت منصة لتقييمات، لتقييم الحكومة، منصة للإخبار، منصة لجميع الإجراءات. يعني ما نراه اليوم من بعض الوزارات، يعني لفو صوتك غير واضح. دعم أستاذ شرزاد، لك الحديث، تفضل. نعم، يعني شبكات التواصل الاجتماعي والقالات والمنصات جميعها يعني بمثابة منصات تقييمية، يعني تقييم بعض الوزارات نراها جيدة جدا كما تفضلت، وزير الدفاع أو وزير العدل يعني إجراءاتها وجولاتها، بعض وزراء الآخرون أيضا، ولكن في نفس الحال لم نشهد من بعض الوزارات يعني ما قام به أو ما أنجزه تلك البرنامج أو هذه الحكومة التي لديه. نعم استاذ شيرزاد، تفضل. هذا ما قلت يعني. نعم. قضية أداء الوزارات. أداء الوزارات. نعم. إذن هذه هي الفكرة يعني، ولكن أشرت حضرتك إلى قضية الإعلام، كم يعرض من هذه المشكلات، ولربما بعض وسائل الإعلام تلمع صورة الوزير باعتبار أن الوزير تابع لجهة سياسية ووسيلة الإعلام تابع لجهة سياسية. أستاذ عماد، يعني بالرصد الإعلامي على سبيل المثال، خلينا نتحدث بالمسميات، لما تكون القناة التي تابعة لجهة سياسية ووزير التعليم بالذات هو تابع لهذه الجهة، ولكن بالرصد الإعلامي نرى بأن هذه القناة تنتقد بشكل واضح وصريح أداء وزارة التعليم العالي وتشير إلى مواطن خلل كبير، بالتالي هل عاد الإعلام إلى تلميع الصورة أم أن الإعلام بالفعل وصل إلى مسارات التشخيص الصحيح؟ يعني مسارات التشخيص الصحيح كما تفضلت نجدها بالإعلام المهني حقيقة، عندما يكون الوزير تابع لهذه الجهة التي تمتلك هذه المحطة الفضائية ويكون هناك تشخيص لمشكلة أو انتقاد بناء لمشكلة، هذه قضية مهنية، يعني يفترض بكل وسائل الإعلام أن تحذو حذو هذه القناة، خصوصا وأن الوزير ابن هذه الكتلة السياسية وتابع لهذه المؤسسة. أنا ضربت مثل بقناة الأيام حتى لا يكون من باب التحيز. أكيد، واضح. برامج متخصصة، أرض نعم. السواد وغيرها، ترصد الواقع ومعاناة المواطن وتعرض على الوزير أو الشخص المختص. بالضبط، أن تصل مشاكل طبقات المجتمع إلى الوزير. نعم. مباشرة، وأن نعم. تكون المحطة هي وسيلة للمواطن، لا أن تكون وسيلة لتلميع الوزير أو تلميع هذا المسؤول الذي تولى هذا المنصب. من خلال هذه المحطة بإمكان الناس أن يصلوا إلى المسؤول بصورة مباشرة. اليوم تفضل ضيفك الكريم أن وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام هي ليست محل تقييم، المحل التقييم الحقيقي نعم. نجده على أرض الواقع لدى المواطن. طيب أيضا الأستاذ شيرزاد ذكر قضية مهمة بأنه الكتل السياسية هي من سترشح. طيب إذا كان هنالك استبدال وبقي الأمر مرهون بيد الكتل السياسية وليس بيد رئيس الوزراء، هل أن هذه العلائق الارتباطية راح تلقي بظلالها السلبية، أم أن هنالك مسارات أخرى؟ نستذكر عندما تشكلت الحكومة أستاذ عماد كان هنالك ترشيح من الكتل السياسية واختيار من قبل رئيس الوزراء.
يعني في مسألة الاستبدال مثل ما تعرف جنابك، هو أكو يعني هذه الحصص التي تقاسمتها الكتل السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي، لا بس أن تكون سين وزارة لفلان كتلة سياسية وسين وزارة للكتلة الثانية، لكن لا بأس أنه إذا تلكأ هذا المرشح بهذه الوزارة ما الضير أن تأتي هذه الكتلة السياسية بمرشح ثاني لديه مواصفات ممكن أن تنسجم مع البرنامج الحكومي لكابينة السيد السوداني الوزارية، ومن خلال هذه الكابينة هذا المنصب الوزاري بإمكان الوزير أن يعكس صورة إيجابية لدى الكتلة السياسية هذه التي رشحته، حتى الجماهير تقول نعم إنها هذه الكتلة السياسية لديها من الكفاءات ما تستطيع أن تدير مفاصل الدولة. أما أن تبقى هذه الكتل السياسية التي شخص السيد السوداني خللا في أداء من رشحته لمنصب تنفيذي ترشح شخصية ثانية دون المستوى ومتلكة، أبدا هذه الكتلة تحكم على نفسها بالفشل بيدها. المعيار الأهم مستشار زاد كان هو معيار الفساد والنزاهة، فبالتالي لما رئيس الوزراء يتبنى على عاتقه هذا المعيار ويتبنى على عاتقه مكافحة الفساد والبقاء بالمنصب من هو نزيه ويستبدل الفاسد، بالتالي هذا المعيار إلى أي مدى من الممكن أن يصمد أمام هذا الكم من الفساد الذي يحاول رئيس الوزراء القضاء عليه؟ قبل أن أجاوب على هذا السؤال، يعني هناك يعني خطوة مهمة أتمنى أن يخطوها أو خطاها حكومة السيد السوداني. نعم. هو دائما أي تغيير إجراء التغييرات يسبقها التقييم، من يقوم بهذا التقييم؟ يعني التقييم دائما كعملية استبيان أو استفتاء أو مراقبة أداء. نعم. لجنة مختصة وقدمت تقريرها قبل أيام. من أين يأتي؟ هل يعترف بها الكتلة السياسية المعينة بأن وزيرها يقتنع بأن وزيرها لم يكن كفوءا؟ إن لم يكن يعني قضية فساد معلنة عن وزيرها موجودة. يعني في هذه الحكومة يعني أنا لم أشهد قضية فساد كبير من قبل الوزراء، ولكن نراها يعني موجود تلكؤ من بعض الوزراء وزارات، وهناك يعني كفاءات أكثر يؤديها بعض الوزارات الأخرى. يعني كيف يقيم أداء الوزير؟ يعني بأي آلية يقيمها؟ صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة والإعلام موجود، ولكن أي دولة يحتاج إلى مؤسسات يعني مؤسسات غير موالية إلى، يعني اليوم تقريبا جميع الوكالات الأنباء موالية للأحزاب والكتل السياسية كما تفضلت، يعني تقوم بإبراز بعض الأعمال ليس يعني بمثابة إبرازها، ولكن يبرزها ويخفي بعض العيوب من وزيرها. هذه يعني أصبحت كعادة بين بعض القنوات السياسية. يعني العراق ليس لديها مؤسسة محايدة كي يقيم أداء الحكومة أداء البرلمان. يعني إن نتكلم عن الحكومة من المفروض أن نتكلم عن البرلمان أيضا، عن أداء يعني أداء المحاكم أداء جميع يعني المحافل الموجودة. يعني الحكومة أو أداء الحكومة ليس فقط معنية على الوزراء فقط، يعني أداء البرلمانيون أيضا يحتاج إلى التقييم، وهم أيضا مسؤولون عن تمرير أو تشريع بعض القوانين. يعني أنا أراها هذه الفترة البرلمان ليس بكفاءة عالية، يعني كفاءتها ليست عالية جدا، لأن مجموعة من القوانين من المفروض أن يمرر، من ضمنها قانون النفط والغاز وقضية مراقبة، يعني حتى الهيئات القضائية يعني من الواجب عليها أن يكون حامياً للدستور ومراقباً للدستور، كمثلاً كمواد دستورية مهمة موجودة في الدستور العراقي، ولكن يخرقها بين حين وآخر من قبل بعض المجموعات. يعني هناك مجموعة مشاكل أمام هذه الحكومة وتحديات أمامها، لك
كي ينجح. يعني الوقت لا يزال تقريبا مبكرا لأن نقول إن هذه الحكومة نجحت أو لم ينجح، ولكن خطواتها لحد اليوم جيدة. طيب أشكرك شكرا جزيلا سيد شيرزاد حمد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انضممت معنا عبر سكايب، وتتفضل البقاء معي أستاذ عماد المسافر. مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أجدد ترحيب بحضرتك أستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي. نتحدث عن سهل نينوى، هذا المثلث اللي يحتوي على هذا التنوع من النسيج الاجتماعي، ولكن للأسف تشتد فيه مؤشرات التقسيم والتغييرات الإدارية، وهنا نجد اليد الطولة للقوى السياسية المهيمنة على المشهد. كيف تنظر إلى هذه المنطقة؟ شكرا جزيلا أستاذ. يعني حقيقة ما يخص ملف سنجار أو سهل نينوى تحديدا، ربما حكومة السيد السوداني هناك أولويات كانت لها قبيل تشكيل هذه الحكومة، الملف الأمني كان من ضمن هذه الأولويات، لكن حسب الترتيب ربما أعطت الأولوية للملف الخدمي وملف الطاقة وملف الـ يعني الملف المالي والاقتصادي. برز الملف الأمني فيما يخص ملف سنجار، ربما هو ملف شائك، ليس هناك يعني مثل معركة ذات طابع واحد ذات جهة واحدة بإمكان القوات أن تخوضها. تجددت يعني العمليات العسكرية التركية على هذه المنطقة، وربما اندلعت ايضا الصدامات بين الجيش العراقي وهذه يعني القوات المسلحه، عندما حاولت القوات العراقيه ازاحه نقطه تفتيش اندلعت على اثرها هذه المواجهات. الملف معقد جدا، على الحكومه العراقيه ان تكون اكثر فعاليه وجديه بهذا الموضوع، خصوصا ان هناك السكان الاصليين يجب ان يؤخذ برايهم. عمليات التغيير الديموغرافي يعني مرفوضه في كل الازمنه وفي كل التوقيتات. الكتل السياسيه التي لديها رؤية أو لديها مطامع أو لديها أجندة سياسية، طيب، يجب أن لا تكون بعيدة عن طاولة الحوار مع الحكومة المركزية، خصوصا أن الحكومة المركزية والكتل السياسية لديها تهديد إقليمي. طيب، يهدد المنطقة. يعني يعني الحكومة والمواطن، نعم، يجب أن يأخذ رأي المواطن، ولكن أصل الصراع في سهل نينوى حسب متابعات إعلامية وتحليلات سياسية هو تنصيب الحزب الديمقراطي لمدير ناحية بعشيقة، مع غض النظر عن كل الملاحظات الكثيرة اللي يبديها سكان السهل على هذا الشخص. نعم، حقيقة أنه مسألة يعني تولي المناصب بهذه المنطقة يجب أن تمثل أبناء هذه المنطقة بصورة واضحة وبصورة كبيرة. من غير المنطقي أن يكون هناك شخص مدير ناحية، مدير بلدية من غير هذه المنطقة، لا يعرف تفاصيل المنطقة، لا يعرف تضاريسها، لا يعرف ماهية الناس وطبيعة تشكيلاتها الاجتماعية. من حق هذه الناس أن تعترض على هذه المناصب، وهي أولى بهذه المناصب. أما أن تفرض هذه المناصب وفق اتفاقات سياسية، أبدا، هذا كثيرا يعني ربما سيزعج أهالي هذه المنطقة، وربما تكون هناك ردود فعل غير متوقعة من سكان المنطقة الأصليين. وكما أشار تقريركم أن هناك ربما ردود فعل لسكان هذه المنطقة التي من حق أهلها أن يكون هم الأولى بتمثيلها. طيب ينضم معي عبر سكايب السيد جوزيف سليوة النائب السابق، حياك الله سيد جوزيف. يعني مكونات السهل، أو خلينا نسأل على ما التصريحات اللي صرح بها السيد ريان الكلداني بأن بالمسمى الحزب الديمقراطي اتهمه بأنه يحتل
مناطق في سهل نينوى وبقوة السلاح، وأعرب عن أن هنالك أطماع لديه في هذه المناطق، وتحديدا في القوش وتل أسقف. ترى ما حقيقة هذا الصراع الدائر الآن في هذه المنطقة؟ تحياتي طيبة لكم ولجميع المشاهدين والضيوف الكرام. أولا الصوت بكلش غشرة قوية، يعني بالكاد أفتهم الحديث. حاولوا بعد إذنكم المعالجة. فيما يخص، تسمعوني؟ نسمعك سيد الصطير، ولكن يعني نتمنى من حضرتك انه تلبس الهيدفون حتى يكون الصوت واضح. نعم تفضل سيد الصطير نسمعك. صوت حضرتك واضح يمنا لكنه ما تسمعنا، يا ريت اذا اكو هيدفون تلبسه. سيد جوزيف نعم نسمع، تفضل اتمم الفكره. اوكي يعني شوف سيد الكريم، باختصار شديد وباختصار، نعم، الحديث عن سهل نينوى وسنجار وتل الأحفار بمنع عن تكوين هذه المناطق الى محافظات مستقله، ولاحقا اهاليها تقرر مكتبها وفق الدستور أن تتحول إلى أقليم، وتكون بمنأى عن تأثير كردي وتأثير تركي وتأثير إيراني، وكل أذرعتهم بهذه المنطقة هو هواء في الشبك. وبكل وضوح وصراحة، نعم أكو مطامع كبيرة جدا في هذه المنطقة، ولا سيما سهل نينوى، مطامع كردية غير مشروعة بأي شكل من الأشكال، ومطامع إيرانية أيضا هي الأخرى غير مشروعة، وكذلك مطامع تركية. من دفع الثمن في هذه المناطق عندما دخل داعش؟ أنا أتكلم عن دخول داعش الرابع. دواعش مرت على هذه المنطقة بأساليب مختلفة وبملامس مختلفة، ولكن خلينا نتحدث عن الداعش الرابع الأخير. من تضرر في هذه المنطقة؟ طيب، ولكن سيد الصطاوة يعني هي نتيجة هذه الأحداث كان هنالك مطالب لخروج تظاهرات. هنا خلينا أذهب إلى أستاذ عماد، هذه التظاهرات مكونات السهل اتخذت قرار بالخروج لهذه التظاهرات وتنظيمها، يمارسون حقهم الديمقراطي، لكن يقال بأن هنالك اتصال من قبل رئيس الوزراء قبل نصف ساعة من الآن، يعني تعهد فيه بمتابعة الموضوع، وهذا ما دفعهم لتأجيل هذه الفكرة. هذه الاستجابة هل ستلقى مسارات للحل من قبل رئيس الحكومة؟ يعني أنا أعتقد أن السيد السوداني لديه الإمكانية ولديه القدرة أن يدير هذه الحوارات، خصوصا وقد شاهدنا ملفات أعقد من هذا الملف، استطاع السيد السوداني أن يقرب وجهات النظر خصوصا بين المركز والإقليم بموضوع الموازنة بغيرها من 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 أو حتى بقضية الخلافة الكردي كان للسيد السوداني دور مهم وبارز بهذا الملف. السيد السوداني لا يقدم على خطوة هو الغير متأكد منها، لكن المهم في هذا أن تكون هذه الأطراف لديها القدرة على الحوار ولديها الرغبة بالحوار. عندما تكون الأرضية مهيئة وخصبة يجب أن تسقى بماء الثقة من الأطراف المتحاورة، ما لم يكن هناك ثقة متبادلة بين كل هذه الأطراف لن تكون هناك حلول ناجعة وحقيقية على أرض الواقع. لذلك نحن نقول كل المسؤولين عن هذا الملف، كتل سياسية، أهالي سكانها الأصليين، حكومة مركزية، يجب أن تكون هناك حوار مستفيض من أجل الخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف. أنا لا أعتقد أن الأخوة بالاتحاد يعني يستسيغون أن يكون شخصا أزيديا مدير ناحية بالإقليم، هذا حق مكون وحق يعني
منطقة جغرافية سكانها الأصليين من هذا. شاهدنا العديد من الحراكات، ربما كان آخرها كانت هناك حراك جماهيري يطالب بعدم انسحاب قوات الحشد الشعبي من سهل نينوى ومن هذه المناطق التي تم تحريرها على يد الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وكذلك الحشد الشعبي وحتى القوات الأمنية كان لها دور بأن يكون هناك حشدا من نفس أبناء هذه المنطقة حتى لا تكون هذه الحساسية موجودة دائما على أرض الواقع. طيب. أستاذ عماد، يعني الحزب الديمقراطي لما تحدثنا عنه وجاوب السيد صليوة يتعكس في خطواته إلى عدد المقاعد النيابية اللي حازها، ولكن من جهة أخرى كيف نفهم بأن هذه المقاعد البرلمانية في الانتخابات يعني كانت ليست في بعشيقة أو الحمدانية، وإنما في مناطق نفوذ الحزب، بالتالي يعني هذه المناطق يجب أن يكون لها تمثيل. يعني إذا رجعنا لجدولة أو حساب عدد المقاعد فلا يمكن أن نعتمد على هذا بصورة أكيدة ومباشرة. قانون الانتخابات، قانون الدوائر المغلقة أو المتعددة، قانون يعني جاء بطريقة يعني لا تلائم واقع المجتمع العراقي. مثل ما تعرف جنابك، نتائج الانتخابات وفق هذا القانون سببت انسداد سياسي دام قرابة السنة وكاد أن يودي بالبلاد إلى حرب أهلية. لا يمكن الاعتماد على هذا التوزيع للمقاعد، لأنه باختصار يعني ليس لدينا تعداد سكاني دقيق من قبل وزارة التخطيط يحصي هذه الرقعة الجغرافية وكم يسكنها ومن هم الذي يسكنونها، وقضايا تفصيلية كثيرة. إذن لا يمكن أن نعتمد على ما يعتمد عليه الأخوة بالحزب الديمقراطي، لكن أنا أقول الحوار هو الحل من أجل حل هذه المشاكل. طيب، المدينة سهل نينوى ضررت كثيرا أستاذ عماد، يعني من دخول داعش إلى غيرها، يعني كانت هنالك يعني بصراحة مآسي في هذا الموضوع، ولكن لأي درجة سيعطل هذا الصراع ومحاولات التمدد على حقوق المكونات، وكذلك هذا الضرر احنا مقبلين على إعادة إعمار، فبالتالي هذه الصراعات هل ستعطل هذه المسيرة، مسيرة الإعمار؟ يعني أبدا، أنا ما أعتقد أنه هذه الأحداث ستعطل يعني ملف الخدمات الذي يتبناه السيد السوداني على كل الرقعة الجغرافية العراقية. إذا أردنا أن نتعكز على مسألة العمليات العسكرية التي جرت بهذه المنطقة، فلا عكاز لدينا على المحافظات الجنوبية مثل الديوانية، وشاهدنا في الأمطار الأخيرة ماذا حصل بالديوانية ولم تكن فيها هناك معارك. إذن ملف قضية المعارك وأن هذه المنطقة جرت فيها معارك ولم تقدم بها خدمات، ممكن أن أضرب لك مثلا آخر، لم تكن هناك معارك في هذه المنطقة وليس فيها خدمات، لكن حكومة السيد السوداني أعتقد شخصت وحددت تحديدا ملف سنجار وأفردت له ملف لوحده من أجل تقديم هذه الخدمات. سنين طويلة انتهت المعارك على في هذه الأراضي ولم تقدم خدمات على أرض الواقع من قبل الحكومة السابقة. آن الأوان أن تكون هذه الحكومة والكتل السياسية الداعمة لحكومة السيد السوداني أن تكون داعمة لتقديم خدمات في هذه المنطقة وبغيرها من المناطق التي تعاني من نقص كبير بالخدمات. إذا لم يكن تعرض هذه المنطقة إلى كل هذه الأحداث هو الأساس، طيب نأخذ معيار آخر، يعني هل يمكن اعتبار الأهمية الاستراتيجية اللي تشكلها هذه المدينة هي من جعلتها منطقة ساخنة وهنالك رغبات في التمدد في هذه المنطقة، سواء رغبات محلية أو إقليمية؟ يعني ربما الرغبات الإقليمية هي الأكثر قربا للواقع، خصوصا وأن هذه المنطقة بإمكان المختصين أن يتنبؤوا له بموقع تجاري ممكن أن يمر من خلالها
طريق الحرير أو محطات نقل الوقود الغاز وغيرها من المشاريع التي تعتزم الحكومة إجراءها وتنفيذها على أرض الواقع، لهذا يكون الملف الإقليمي هو الأكثر قربا ومن ساحة الصراع على هذه المنطقة. لكن هذا لا يعني أن تكون هناك للحكومة اليد الطولة بهذا الملف وأن تكون هذه المنطقة تحظى برعاية حكومية وأولوية كبيرة جدا بهذا الملف. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي، وشكري الكثير للسيد جوزيف صليوة النائب السابق، ونأسف لعدم جودة الاتصال معه عبر سكايب، والشكر الكثير لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.